لمعرفة تفاصيل أكثر عن سرطان الثدي أكيد لازم ترافقنا مختصة بهذا الشأن وتنضم معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل أخصائية أمراض سرطان الثدي الدكتورة شايان كاكا صالح. دكتورة شايان صباح الخير ومنورتنا اليوم. صباح الخير عاد، أهلا وسهلا. دكتورة اليوم احنا ضمن او جزء حملة للتوعية بمرض سرطان الثدي، يعني ممكن تعرفينا سرطان الثدي بمصطلحات علمية او ما هو سرطان الثدي؟ هل هو مرض خطير انتقالي معدي؟ شنو هذا المرض؟ مرض السرطان الثدي هو كل خلية عنده كود على مود يشتغل حتى يعمل بشكل طبيعي ويتكاثر بشكل طبيعي، ولكن عندما يكون هناك طفرة في هذا الكود للخلية يتكاثر الخلية بشكل عشوائي، لا يتجاوب الخلية مع الكود هذا، نعم، فيتكون كتلة بالثدي، وهذه الكتلة إذا لم تعالج بشكل سريع سوف يؤدي إلى الانتشار. يعني دكتورة من المعروف أن الكثير من النساء يحملون كتل دهنية لربما وكتل أخرى، كيف ممكن أنه المرأة تعرف أنه هذه الكتلة دهنية عادية طبيعية ما بها أي مرض خبيث وما بين كتلة أو غدة محملة بهذا المرض؟ هو المرأة بالبيت لازم تكشف هي بنفسها على نفسها، اليوم العاشر من الدورة الشهرية لازم تفحص نفسها، تفحص الثدي مالتها بنفسها. هو الثدي مملوءة بالغدد الحليبية اللي هي تكبر أيام الدورة الشهرية ولما تكون حاملة، فإذا المرأة عملت كشف لنفسها شهريا راح تعرف الثدي مالتها شلون شكلها، فأي تغيير راح يصير بها وهي غير طبيعية راح تحس بها بسرعة، لأنه هي هسه تعرف الثدي مالتها الشكل مالتها شلون الجلد شلون، فأي تغيير يصير بها راح تحس بها. فمن تحس بأي شيء غير طبيعي لازم تراجع طبيبة أو طبيب، تراجع فالطبيب يقرر إنه هذه الغدة يرادلها بس متابعة أو يرادلها إجراءات ثانية مثل الفحوصات يمكن سونار ولا أشعة. فكل امرأة من سن 25 سنة لازم تفحص نفسها بنفسها بالبيت مثل ما قلت اليوم العاشر من الدورة الشهرية، يفضل يكون من تستحم من تسبح لأن هذاك الوقت الإيد تنزلق على الجلد أسهل فتحس بالأشياء اللي غير طبيعية بالثدي. من تصير عمرها 40 سنة لازم تسوي ماموغرام اللي هي أشعة الثدي، هذا شيء ضروري، فلازم يا إما السنة بالسنة مرة هذه الماموغرام يا إما كل 3 سنوات. نعم، يعني دكتورة نبهتي إلى موضوع مهم، إنه من عمر 25 على المرأة إنه تنتبه على مثل هذا الموضوع، على وجود مثل هذه الكتل اللي أشرتي إلها. يعني في كل دول العالم نشوف هناك مراكز طبية تعنى وتهتم بمراجعة المرأة كل 6 أشهر، يعني من المفترض أن تكون هناك مراكز متابعة من قبل وزارة الصحة حتى تعتني بصحة المرأة، أنه هناك أقسام خاصة بقسم سرطان الثدي أو متابعة حالة المرأة. إحنا في العراق يعني المرأة تعتمد على نفسها مثل ما أشرتي إلى الفحص الذاتي، وبالتالي قد تهمل جوانب أخرى على اعتبار أنه تقول لازم أراجع مستشفى وهاي المستشفى أو الدكتورة لربما تريد أشعة وتحاليل وغيرها من الأشياء. يعني وضحينا ما أهمية أنه المرأة كيف ممكن أنه تراجع دكتورة أخصائية في هذا الموضوع. نعم، هو
إذا ما السيدة ما عرفت وين تروح، خلي تراجع أقرب طبيب أو طبيبة إلها. يعني يا إما مركز صحي، يا إما مثلا مو شرط إلا عيادة خاصة، المراكز الصحية موجودة بكل المحلات، فتقدر تراجع هذا المركز الصحي. بس إحنا بمدينة أربيل عندنا سنتر السدي اللي هي بناس دار بامرني قرب مستشفى الولادة، وبسليمانية كمان أكو سنتر الثدي. هناك السيدة تروح الأخصائية الثدي، يعني مو شرط أمراض السرطان، هي أخصائية الثدي أو جراحة تشوف السيدة إذا يا إما الكتلة تكون حميدة ونطمئن المريضة إنه ما عندك شيء وتقدرين تتابعين أو تراجعين وراء 3 شهور أو 6 شهور، يا إما تحتاج فحوصات فبهذا السنتر يسوي لها الفحوصات. ورا ما تطلع إنه الكتلة هذا سرطانية أو خبيثة، هذاك الوقت يحيلون المريضة إلى مستشفيات اللي خاصة بعلاج أمراض السرطان، مثل نانكلي بأربيل ورزقاري كمان بأربيل، مستشفى هيوا بسليمانية، وفي مستشفى أعزادي بدهوك وكركوك كمان. طيب دكتورة، يعني مرحبا بيك مرة أخرى. حقيقة أريد أتناقش وياك بموضوع الوعي. أنت تتحدثين طبعا على بثنا المباشر على الفيسبوك، إحدى الأخوات اقترحت قالت ليش ما يصير هناك حملة مثل ما كان هناك حملة لتلقيح ضد شلل الأطفال، ليش ما يصير حملة مثلا فرق تتجول تفحص النساء في بيوتهن، بين قوسين لأنه كثير من الرجال ما يخلون نساءهم تروح تفحص لهذا الموضوع الوعي. وهل ممكن أنه تصير هذه الحملات أنه الناس توصلها الفحص ويوصلها لبيوتها؟ نعم والله الفكرة تعجبني كلش، يعني شكرا لهذه السيدة، ولكن هذا يحتاج شلون ما تقول إجراءات روتينية. وما عندي أنا مثلا، أنا بنفسي شخصيا ما عندي مانع أسوي هيك شيء، لازم يكون عندي ترخيص من الوزارة الصحة، من دائرة الصحة، ونكون لجنة نطلع على البيوت، خصوصا الأماكن اللي بعيدين عن النائية قرى المستشفيات أو المراكز الصحية. وأنا شخصياً عضوة في سنتر بنا اللي تعتني بأمراض السرطان. إحنا قبل ما الوضع يعني يخرب رحنا على الأماكن اللي هي بعيدة عن المستشفيات، وكنا نسوي حملات توعية على مود كتل الثدي وسرطان الثدي. وايضا كنت يعني اسوي فحوصات لهم، يعني فحص كلينيكي، يعني انا كنت افحص الثدي مالت السيدات. يعني موضوع الحديث على هذا الموضوع يعني عن سرطان الثدي، ربما هناك من يلومنا على اعتبار العيب وعلى اعتبار العادات والتقاليد، يعني انتم ايضا تواجهون هذه الامور بعملكم، أنه مثلاً مرة ما تجي تفحص تتأخر بحجة أنه مثلاً الزوجة والعائلة أو العرف ما يخليها تروح لأنه عيب؟ صح، في عندي حالات قليلة هيشي أنه المرأة تستحي تحكي عن أنه عندها كتلة بالثدي، فتشوف أنه حتى يعني في من أقارب أطباء أو طبيبات أكو، بس تستحي ما تروح تقول إنه عندي كتلة بالثدي. من تجي للمستشفى ويا هذا الطبيب اللي قريبه أو قريبها، تجي مثلا الطبيب يقول لي والله دكتورة أنا بس هسه عرفت إنه عندها كتلة بالثدي. بس هذه حالات مو كثيرة، يعني قليلة، وبدت تقل أكثر وأكثر بسبب إنه في توعية، في يعني مثلا هسه هيك أنا طالعة بالتلفزيون أكيد. وأقول للناس إنه إذا في كتلة بسرعة اطلعوا
للمستشفيات أو المراكز الصحية، في بالسوشيال ميديا يعني الفيسبوك والإنستغرام، هذا في توعية، بالراديو والمجلات في توعية، فهذا يأثر طبعاً. إنه ومو أي كتلة تطلع بالثدي معناته سرطان، بالعكس أكثر من 75% من الكتل اللي موجودة بالثدي مو سرطانية، مو خبيثة، حميدة. نعم، لكن هذا الموضوع أيضاً إحنا بحاجة لأنه نعيدها ونكررها، أنه مو بسبب الخجل والعيب أنت ما تروحين تفحصين، ولأنه عيب ممكن أنه يصير سرطان وبالتالي واحد يموت والله بسبب العيب والخجل. طيب دكتورة، صح نعم تفضلي. نعم صح، في حالات متأخرة كمان أنه السيدة مع الأسف يعني تفضل أنه هي تموت ولا تخسر شعرها. يعني في أتذكر في عن كان عندي في هذه السنوات اللي فاتت 3 سيدات صاروا هيك يعني يفضلون الموت على أنه تخسر شعرها، مع العلم أنه الشعر ورا ما تخلص الكيمياوي يرجع بعد أحسن وأجمل. طبعا أحسن وأجمل مثل ما شفتوا السيدة إكرام، تحية كبيرة إلها على قوتها وإرادتها وجرأتها، يعني شفتوا شعرها شلون حلو ما شاء الله. طيب دكتورة، أي ما شاء الله عليها، يعني الست إكرام أنا أحييها أيضاً. يعني أحييها الست إكرام أيضا، يعني تكلمت عن التكلفة العالية لعلاج مرض السرطان، خصوصا أنه هي كانت ما بين العراق وسوريا. حدثينا عن مركزكم ربما في أربيل وفي كردستان وفي العراق، هل العلاج مجاني أم يعني المريض لازم يدفع للكيمياوي، يدفع للإشعاع؟ يعني حدثينا عن هذا الموضوع. هو مع الأسف أنتم تعرفون أنه ظروف العراق كله ما مستقر، فقبل عدم الاستقرار هذا كل شيء كان زين. هو حتى لحد الآن العلاجات بمستشفى نانكلي هي مجانية أو يدفعون فلوس رمزية، مثلاً 250 دينار أو 50 أو خلي يوصل لي 5000 مثلاً. نعم. اللي هي الأدوية بالأصل الوزارة تشتريها بمعرف مئات الدولارات. نعم. بس من الظروف تغيرت الأشياء، كمان تغير توفير الأدوية، كمان تغيرت. خلي أحكي أنه مثلاً إحنا كمثال مستشفى نانكلي حسبت حسابها أنه بسنة 2017 راح تحتاج لهالكمية من نوع معين من الدواء. نعم. بس بعدين شو اللي صار؟ اللي صار أنه تهجروا الناس من موصل أو من أماكن اللي تهجم عليها داعش أو النازحين السوريين، فصار انه الدواء ما تكفي لا اهالي هولير او اربيل، لا الاهالي صار لود على المستشفى نازحين من موصل طبعا. نعم يعني صار لود، فهذه المشكله يعني. ف لانه هم النازحين كمان مثلا السنتر مالتهم بالموصل تدمرت بالكامل، تقدم شيء اكثر طبعاً بعد للمستشفى باعتبار انه مستشفيات الموصل وغير الموصل ما دا يروح لها العلاج، فبالتالي ممكن الحصة أنه تجي المستشفى أربيل. يعني حصة مالت الموصل تجي لأربيل هيك شيء قصدك؟ مفروض يعني على الأقل كحل ترقيعي وارتجالي. المفروض صح صح صح، هو عندهم كمان يعني عندهم يمكن لجنة بمستشفى نانكلي على أساس أنه يوفروا لهم الحصة مع هذول الأهالي اللي جايين من الموصل، يوفروا لهم الأدوية. بس كانوا يقولون أنه ما تجي لنا الحصة، يعني ما تجي الكيمياوي، لأنه إحنا أي نازح يجي لنا نملاله الفورم، إحنا كأطباء نملاله الفورم أنه هذه المريضة تحتاج لهذه وهذه مثلا 1، 2، 3، 4 أدوية، ونعطيها للجنة على أساس أنه اللجنة توفر هذه الأدوية على أساس أنه الحصة تجي لنانكلي. طيب دكتور، بس كانوا يقولون أنه الحصص مالتهم ما تجي، يعني
أخيرا نتمنى الشفاء العاجل للجميع، ورسالة أخيرة لكل النساء ولكل من تسمعنا الآن إن كانت مصابة أو غير مصابة، باختصار لو سمحتي بماذا توجهين، ماذا ترسلين نعم. رسالة لكل هذه النساء؟ أني أرسل رسالة أنه أي سيدة يكون عندها كتلة بالثدي خلي تروح لأقرب مركز صحي أو أقرب طبيب أو طبيبة إلها، لأنه إذا ما كان سرطان راح ترتاح نفسيا وجسديا ودماغها راح ترتاح، وإذا كان سرطان راح نقدر نعالجها بالمراحل اللي كلش أولى وراح ترجع إنسانة طبيعية ورا ما تكمل مراحل العلاج مالتها. شكرا، وأتمنى الشفاء لكل المرضى. شكرا جزيلا. شكرا الدكتورة شايان كاكا صالح، أخصائية أمراض السرطان، سرطان الثدي، كنت معنا من أربيل. شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.